المركز الثاني بينونة، الطائلة في المركز الثالث، البندقية الفضية، التحدي شوط الرمز مع وزن إيلان حمد بن راشد بن غدير. السلامات ربما تذهب إلى مرغم أو إلى الغربية أو إلى العوينة، ما شاء الله. وزن إيلان مع المقدمة، وزن مع المركز الأول، حمد بن راشد بن غدير الواثق من وزن، وزن إيلان في المقدمة، لها المكانة الرفيعة. وزن في الصدارة، وزن تقترب من الرمز، والرمز يقترب مع مرغم، الرمز يقترب من الواثق، يقترب من وزن. سلام مرغم سلام الواثق، سلام حمد بن راشد بن غدير الكتبي. وزن إذا هنا تضيف رمزا آخر لها في الشحانية، سلام وزن، سلام مرغم سلام تحية واحترام يا الواثق. إذا المركز الثاني الطائلة للسيد غانم بن منصور. شاهين على المقدمة والبداية والعصا، ما شاء الله بالابطال، ما يحتاج مخزون عالي، مخزون متميز، مخزون يحمل ايضا عوض بن حمد بميات الرميثي مع شاهين. اسلم على السمحة وانقل تحية هذا الميدان، ميدان الشحانية مباشرة الى دولة الامارات. سلام دولة الامارات، سلام بهذا الاداء الجميل، سلام يا السمحة، سلام يا شاهين. عوض بن حمد بن بياد الرميثي، الله يطير بالبندقية، بندقية هذا المساء لهذه الانطلاقات لسن الثنايا، انطلاقات إماراتية ما شاء الله، بدون تعليمات، هدى أعصابك خلاص، الشوط انتهى والبندقية في السمحة متواجدة هناك. سلام يا الإمارات، سلام. بلبلة والمايدية، المايدية وبلبلة، المايدية للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، بلبلة للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، المركز الثالث الذيبة للسيد خليفة بن علي بن خليفة الرميزي. يا سلام بلبلة تغير، رئيس الهجانة غادم إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام بقيادة المدهوشي حمد بن سالم، المدهوشي غادم مع الذيبة للسيد خليفة بن علي بن خليفة الرميدي. بلبلة والذيبة اللحظات الأخيرة. سلام عليكم يا دولة الإمارات، واسعد الله مساكم يا أهل مرغم. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي على فوز بلبلة بالمركز الأول. المركز الثاني الذيبة للسيد خليفة بن علي بن خليفة. انهى الموضوع مع مساح، خلاص الشوط، شوط مساح، 500 متر أخيرة تفصل مساح مع أخيرة المضمرين، مع مبدع المضمرين علي بن حمد بن مقارح. الله يرى، الله يا بن مقارح، الله على هذا الفوز. يا سلام يا مساح، الله يا مساح. تهانينا لعلي بن حمد بن مقارح على هذا الفوز وانتزاع النقطة الغالية في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني. أعد العدة بن مقارح لهذا المهرجان وظفر بهذا الشوط. تهانينا لمالك مساح علي بن حمد بن مقارح، والفوز شحاني والناموس شحاني. أسعد الله مساك بكل خير وكل بركة. تهانينا على هذا الفوز، مساح قفل الشوط وهذا الشوط، سجلوه دونوه باسم مساح. تهانينا والناموس علي بن حمد بن مقارح المري على هذا الفوز المستحق. بالمنافسة والأمتار الأخيرة، يا مغير والستمية الستوف. يا سلام، بدأ الحماس، بدأ الانطلاق، ولا زالت الشاهنية لسالم بن حمد بالأسود العامري. حضور مع المركز الثاني، حضور تثبت الحضور
وحضرت حضور إلى ناموس الشوط، إلى السيارة، إلى الناموس. يا سلام، حضور وثبتت حضورها بهذا الشوط وبهذا الحدث الهام. إذا انطلقت حضور مع هذا الانطلاق المتميز. تهانينا وألف مبروك لعامر بن خلفان بن محمد الهاملي مع حضور التي انطلقت مباشرة. ومشكور يا الجمري، أيضا قلت لنا الأسامي الجميلة لها حضور بهذا الشوط. تهانينا وألف مبروك. هذه لحظات وصول حضور إلى خط النهاية. بن سرداح العتيبي، وهنا كذلك بن قريع المري يتواصل هنا على مستوى المركز الثاني، ولكن هنا بن سرداح مع هملول. اللحظات الحاسمة. مبروك يا بن سرداح. نزف لك التهنئة ونحملها على ظهر سرداح أو على ظهر هملول، ونزفها أيضا لمبارك بن سرداح العتيبي. يا سلام، نزف التهنئة لأشقائنا بالمملكة العربية السعودية، ونزف التهنئة محملة على ظهر هملول لمبارك بن سرداح العتيبي على فوز هملول وتحقيقه بهذا الناموس. ومنذ البداية وحتى أن وصل إلى خط النهاية وهو من يتألق مشاهدين الكرام، لن يتراجع ولن كذلك يتنازل عن هذا المستوى الرفيع وعن هذا المركز المتميز. تهانينا لبن سرداح على هذا الناموس. مبارك بن سرداح العتيبي المركز الثاني. يصل بالمركز. هذا الإعصار اللي انطلق في هذه اللحظة بوجود وافية، ولكن الخطر مع بن عفصان. عطوة على المركز الثاني وبن ثلاب على المركز الثالث. يا سلام، السيارة وين؟ هل ستبقى في قطر أم ستذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم، الثنائي الخطير أبناء دولة الإمارات مع المقدمة. يا سلام، تحركت في هذه اللحظات عطوة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. يا سلام، اسم خطير. السيارة في الانتظار. تهانينا لمالك عطوة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري حصوله على السيارة. سلام يا الإمارات، سلام لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري على فوز عطوة وحصولها على السيارة. تهانينا والناموس. المركز الثاني وافية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أنا ومس مع المساء. يا سلام، أشوف القادم. الحذر سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي، حذاري من الحذر. يا سلام، وأيضا شعار بن ميري تغيرت الأسماء في لحظة، تغيرت الثلاث المراكز في لحظة. يا سلام، في لمح البصر. يا سلام. سلطان مشاهدين الكرام أو هنا متابعين الأعزاء، مع تقدم هذا الاسم وهو الحذر لسلطان بن علي بن سلطان الاكتبي، تهانينا لك على هذا الناموس. السيارة مع الحذر، والحذر طار بالسيارة، يستاهل الناموس. ذهب إلى دبي، إلى الإمارات العربية المتحدة أو إلى العين بالأخص. تهانينا للسيد سلطان الاكتبي على هذا الفوز المميز. المركز الثاني بهذه اللحظات سلهول لناصر بن محمد العامري. مركز الثالث مدلل للسيارة. انطلقت مع المقدمة، يقين مع المركز الأول. الرباط قادمة وكفتها مليئة بالترشيحات، ولكن يقين مسيطرة وهي صاحبة هذا الشوط بهذه اللحظات بهذه الانطلاقة. حمد بن راشد بن قدير الاكتبي يسجل النقطة الثالثة بهذا التواجد الجميل، بهذا الشعار المميز، شعار البندق وزن. يسجل النقطة الثالثة في هذا الفترة المسائية. سلام بالخمسة.
سلام سلام دارة الدنيا دبي، سلام يقين، سلام سلام بنقدير، سلام سلام وتحية لدولة الإمارات العربية المتحدة على حصول يقين على المركز الأول. المملوك لحمد بن راشد بنقدير الاكتيفيس المراكز الشايب محمد بن فادي براشد المزرع المركز الثالث، كاروس مغبر رباط لراشد بحمد بن زاف العفاري المركز الرابع. سلام مع بن معتوق اللي هو واصل مختار الموقف رباعية المقدمة والخمسمية متر الأخير. الله 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 الفارس الفارس سحب بساط المركز الأول. يا السلام يا سلام اخترق حاجز الصوت انطلق إلى المقدم. يا السلام يا سلام عنزان بن محمد النعيم من يقدم الفارس، ولكن مختار محمد بن عتيد بن شامس العامري 300 متر الأخير. السيارة 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 السيارة. يا سلام الفارس الفارس مشاهدين العزاء هو مختار والفارس الأمتار الأخير 200 متر الأخير. الفارس ومختار بن يا سلام يا سلام، ولكن مختار يا سلام. تهانينا وسلاماتنا لأهالي دولة الإمارات في الهيار في العين. يا سلام تهانينا لمحمد بن عتيق بن شامس بن معتوق العامري، بينما المركز الثاني وصل فارس عزان بن محمد النعيمي هو اللي وصل في المركز الثاني. الأخيرة وشرايين والدكتور علي رضا بهذه المنافسة بهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة المتميزة والأداء الجميل من قدمها لنا بهذا المساء بهذا الشوط. السيارة تنتظر، السويك يلمع وبعض العيون تدمع، والله يعطي ويمنع شرايين على الصدارة على الانفراد المتميزة. الدكتور علي رضا بانتصاره مع أول المراكز المنفردة هناك شرايين. سلام زعبيل سلام، سلام وتحية واحترام مقدمة على ظهر شرايين إلى أهالي زعبيل كافة مع الدكتور علي رضا على هذا التحدي المثير والأداء الجميل الذي قدمته لنا شرايين بهذه المنافسة. تهانينا وألف مبروك للدكتور علي رضا على فوز شرايين بناموس هذا الشوط وحصولها على السيارة المركز الثاني. صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان يكتبي مع ثاني. ولكن أعود مع شديدة، أنا كل بخور عندما أتحدث عن الشدة، أنا والله بخور عندما أمشي في جنب هذه السرعة مع شديدة. جابر بن حمد المري روح يا بن الحمر، روح يا أبو محمد. القدوم من عالية 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 عالية، وبن هيان عالية ما شاء الله. بن هيان بن حمد بن هيان على المركز الثاني، هنالك المركز الثالث مزون سالم بن مظفر بن خموسة العامري. السيارة تتهيأ للمغادرة ما شاء الله. روح يا أبو حمد، روح معالية مع شديدة وعالية عالية وشديدة ما شاء الله. عرض ثنائي هنالك المقدمة هنالك الصدارة عالية بالفعل. اسم على مسمى، تهنية للسيد هيام بن حمد بن هيام العامري المركز الثاني. أيها الأخوة هنالك سالم بن مظفر العامري المركز الثالث، شديدة يا بن محمد بن راشد المركز الرابع.